مشان فايقك. بعرف انك ما بتفطر ابدا، بس يعني قلت لحالي يمكن تاكل لك شي شغله، لانك امبارح كمان ما اكلت شي ابدا. عن جد مالي نفس كلثوم، بدي اتدوش واطلع. شو مبكرة حبيبتي كلثوم؟ سحر ليكي شو بدي اقول لك، إذا فاضية اليوم ممكن نروح سوا. يعني مو أنت قلتي لي إنه ما أكون مثل المهابيل؟ خلص فهمت، صار لازم إنك تروحي على السوق. إيه ماشي، يلا جاي، أنا أساساً كان بدي روح كمان. يلا بشوفك، باي. صباح الخير. صباح النور يا حلوة. كان بدي أسألك، هلا وين صار البوتيك تبعكم؟ والله يا سهر ما ارتحت ابدا، ليكي نحن كثير صرفنا من مصاري كوراي، يعني ما بيهون علي اصرفهم هيك. ايه دخيلك انت، هدول المصاري بيصرفهم زوجك بليله وحده، اصلا نحن لسه باول الطريق ما بلشنا، لسه بدي اخذك على محل احلى من هاد. سهر انت شو عم تحكي؟ شو بدي اعمل بكل هالثياب؟ والله بجوز تلبسيهم بعرس فريحه. هلا قولتك كلثوم بيكون جاي نصيبه للبنت، ولا يعني نحن قاعدين وعم ندق ونرقص على الفاضي؟ شو رايك اتصل بفريحه؟ ايه وهي شو رح تعمل لك؟ مو هي اللي خانقتك آخر مرة؟ لك حبيبتي، بس حتى لو تخانقت مع فريحة نحن مثل الإخوات، مستحيل نزعل من بعضنا. إيه مبين قديشكن إخوات، بس قولي لي في بنت بالعالم بتتمنى ينخرب بيت إختها؟ يعني هي أكيد ما بتتمنى ينخرب بيتي، بس فريحة مو مثلي سهر، هي ما بتشبهني، يعني هي في شغلات بتكبن وراها وبتمشي. حبيبتي بس خليني أقول لك شغلة، فريحة أكيد بتغار منك. شو عم تخبصي سهر؟ شو دخل هي بهي؟ انت اليوم اللي قلتي فيه انك رح تتزوجي، هي ليش قلبت خلقتها؟ شفتي؟ حملت حالها وهربت، وشو صار؟ ما قدرت تعمل اللي عملتيه وما تزوجت. إذا ما غارت منك من مين بدها تغار؟ بس بتعرفي إنه أمير عرض الزواج على فريحة بهداك الوقت. إيه صح عرض، وشو صار؟ ليك لساتها هي وضعها مثل ما هو وما تغير شيء أبداً، بس أنت وين صرتي؟ ليكك عم تعيشي بفيلا مثل القصر، ما هيك؟ وفوقها أنت متزوجة أقرب صديق لأمير، بعدين تطلعي حواليكي يعني عم نتسوق ونتفتل ونشتري من أكبر وأفخم محلات باسطنبول. وإذا فريحة ما غارت منك شو بدها تساوي؟ فهميني؟ لك يلا امشي. يا عيني والله الواحد هون ما بيعرف على شو بده يتطلع. يعطيكم العافية. أهلا مرحبا. أهلين شرفتونا. أهلين فيكي. اسمعيني يا خانم، نحن حابين نشتري لكلثوم هيك كم فستان جداد، قلنا خلينا نتفرج على تشكيلتكم الجديدة. ممكن تجي تساعدي الستات هون بيرنا؟ يعني يا ريت لو انه حضرتك تساعدينا، لانه انا كثير بيعجبني ذوقكم انت وبنتك. بس نحن مو كثير بنهتم بهالقصه هي. رح اترك هدول هون. الله يسامحكم. يعني نحن بالاخير منضلنا جيران وقلنا حق عليكم. تعي شوفي هذا بيجنن. كلثوم هذا كثير حلو ما هيك؟ حلو كثير. عجبني. حلوين كتير يلي اشتريناهن ما هيك كلثوم؟ عن جد حلوين كتير، شكرا كتير لذوقكم. ايه بس انتي مانك حاسة انه هدول كتير تقال؟ يعني انتي قلتي بدك تلبسيهم بالبيت؟ يا عمري يعني المرأة لازم تكون أنيقة وين ما كانت تكون، إذا بالبيت أو برا هيك بيقولوا. ايه وهلأ رح يكون إلنا تخفيض بما انه جيران ما هيك؟ ايه طبعا أكيد هالشي. دفع كاش ولا بالبطاقة يا مدام؟ من جيبة الزوج. عم بمزح يا روحي، طبعا بالفيزا كارت، ما ضل حدا عم يدفع كاش. والله بحياتي ما اشتريت كل هالاغراض من السوق كلثوم، يعني يا هيك نزلت سوق يا بلا. والله يا سهر هالاغراض كتار، نحن زودناها، قلنا رح نشتري غرضين، طلعي شو جبنا، بعدين أنا بخجل من هيك شغلات. والله انت عن جد طلعتي عروس جديده، بتبكي وبتطلع وبتصرف وبتشكي، مو معقوله انت كلثوم. بس نحن اشترينا كثير يعني قدام كوراي، ما انا حلوه بحقي ابدا. طلعي نسيان الفيزا كارت هون بالكيس يا هبله، بعدين اطلعي هذا مانو كوراي رفيقك ماشي؟ هذا بيكون جوزك، يعني فهميني شو احلى من انك تصرفي من مصاري جوزك؟ اصرفي وتبعزقي كمان. انت هلا بدك تصرفي وبدك تطلعي وتتمشوري وبالاخير رح يرجع لك. ايه مع هيك، بس هدول الاغراض كتار. شوفي نحن اشتريناهم من احسن الماركات، بعدين انت كوني قد هدول التياب والباقي ما انه مهم. ماشي منيح اللي تذكرت، قلت لامك اني رح روح وارجع بسرعه على البيت بلا ما تشك فيني. هلا ماشي كلثوم، لازم امشي. سهر ما زلقتي قدام امي بكلمه ما؟ لا حبيبتي، ولا حتى بحرف. وهدول رح اخذهم الي ماشي، ورح اعتبرهم بدل الهدايا اللي ما اشتريتوا لي اياهم يوم زواجي. ماشي حبيبتي، تهريهم بالهنا. ورجيني شطارتك. يسلموا كتير، هذا واجبنا. هي انتي، يا اهلا وسهلا. قلت اجي واطمن عليك. عملتي زينة العقل. شو كنتي بالسوق؟ رحت على السوق. ليكي فريحة، شوفي شو رأيك بهدول؟ مو حلوين؟ يعني بيطلعوا حلوين علي. هو عليها شك زيادة، بس يعني فيني اعدل عليه شوي، بقدر سويهم بالبيت ما في مشكلة ابدا. وهي شو فيها؟ يعني مكشوفة شوي ما هيك؟ مو عارفة أنا كيف بدي ألبسهم، يعني الوحدة ما بتستحي لما تلبسهم؟ ما بعرف. أنتي طلعتي مع سهر وتسوقتي؟ ومن وين عرفتي؟ من الشي اللي اشتريتيه. كوراي ترك الفيزا كارد تبعه، وأنا ما عاد قادر آخذ مصاري من أمي، يعني مشان هيك تسوقت شوي فريحة، لأنه كان لازمني شوية أغراض. ما في مشكلة، أنا ما حكيت شيء. هو أنت ما قلتي، بس نظراتك مبينة. فريحة ما عم أفهم بنوب، أنت ليش ما عم تساعديني؟ أنا قرايبتك، بس أنت عم تتصرفي كأنه كوراي هو اللي بيقربك وأنا الغريبة عنك. إيه بعدين أنا رح صير صدق الحكي اللي عم ينقال. شو اللي بدك تصدقيه؟ فريحة قليلي أنت عم تغاري مني شيء. شو؟ أنا زبطت معي وتزوجت، بس أنت ما قدرتي. يعني الشغلة اسمها ونصيب. كلثوم انت منتبهه على حالك شو عم تحكي معي هلا؟ تخلصي من هالعقربه قبل ما تخرب بيتك يا حيف. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهده المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.